ليش عقد مع شركة ألفاريس أد مارسال بده يحمل شعرة غبرة؟ العقد أنا ما بعتبر أنه بلشنا غلط. عندك فجوة اكتشفتها بحسابات مصرف لبنان، خسارة بعد ما بتعرف الرقم بالتحديد ولهلأ ما بنعرفه بالتحديد. ليش رحنا على التدقيق الجنائي؟ لأنه الناس حطت وديعها بالمصارف، المصارف حطتها بمصرف لبنان، والناس ما عم تقدر توصل اليوم على مصرياتها. مزبوط ولا لا؟ صح. على جنى عمرة راح تبخر. اليوم أنا بعتبر في جريمة بحق الشعب اللبناني بالعرقلة. مين ارتكبها؟ طبعا كل شخص عم تسمعوا اليوم عم بيقول انه ما فينا نعمل تدقيق مالي جنائي ما حدا عم بيقول على حسابات مصرف لبنان بدون ما نعدل القانون. انا بعتبر انه عم بيكون يتحمل مسؤوليه تجاه الشعب اللبناني. في رئيس لجنه بكرة. المال والموازنه قال هيك طبعا. في نواب انا بحمله مسؤوليه، انا بحمله مسؤوليه للنائب ابراهيم كنعان. ايه طبعا. انتم بالحكومه شو عملتوا تجيبوا مصاري للبنان بالوقت اللي كان مصرف لبنان مضطر يستعمل الاحتياطي تقدر يخلينا عايشين؟ نحن بالخطه الماليه اللي عملناها وكنا مقلعين فيها. شو خطه ماليه؟ الخطه الماليه اللي يعني اخطاء فيها. كانت لا 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 مش مزبوط. بدي لك شغله، لجنه المال والموازنه نسفتكم اياها نسف لانه مش مزبوطه. لا مش مزبوط، انه مش مزبوطه. انا بدي لك شغله بموضوع الخطه الماليه. شو عملوا فيكم يعني؟ خليني فخخوا لكم اياها. صندوق النقد الدولي عم بيقول اليوم انه الارقام صحيحه. هلا بطل حدا يحكي انه الارقام مغلوطه، لانه طلع الرئيس ماكرون وطلعت الاتحاد الاوروبي قال بيدعي الحكومه الجديده تمشي بالخطه الماليه اللي حطتها الحكومه السابقه. هيك اعطيتوا ارقام عن فجوات بالمصارف، فرقت بس شي 14,000 مليار. وقفتوا الدفع من دون مفاوضات مع الدائنين. شو صار بسنداتنا المتبقيه؟ لا بالعكس، نحن توجهنا. يلي صار بكل هيدي المرحله، صاروا المصارف اللبنانيه عملوا باعوا يوروبونز، وتبين ببعض المحلات انه كانت بيوعات وهميه. عم بتقولي بيوعات وهميه؟ اي نعم. يعني جماعه عم يبلفوا الدوله. موضوع الكابيتال كنترول، في مشروع قانون حضر بوزاره الماليه، بعدين سحبه وزير الماليه اللي هو عمله، هو سحبه. ليه؟ انا رجعت وقتها. معقول المرجعيه ما بده اياه؟ ما بده سألوا. بعد بين لانه مجلس النيابه ما كان في عنده نيه فعليا انه يمشي بقانون الكابيتال كنترول. ليش؟ خبريني ليه ما عنده نيه؟ بدهم يهربوا مصرياتهم لبرا النواب؟ ما بده حدا يقول لهم لا؟ شو ركب المصارف؟ قولي لي شيء، ما قلتي لي شيء. يعني يا ريت بتسألوا النواب ليه ما صوتوا على قانون كابيتال كنترول. انا بشوف هون في كف كتير كبير اكل القضاء. يعني وقت قانون السريه المصرفيه، رفع السريه المصرفيه اكر بالمجلس النيابي، ما فخوتوه القانون، ما بيقدر يعدل دستور. بدكم تعديل دستوري؟ لا ما بده تعديل دستور ابدا. ترفع السريه المصرفيه ليش بده تعديل دستور؟ انا اليوم ماني مضطر اعدل القانون، بس حاكم مصرف لبنان، حاكم بس مصرف لبنان ما رح يرد عليكم. بس يلي عم يجي يقول بده تعديل القانون، طب يا خيي ليه ما عدلته؟ كثير منيح، عدله. ما بده تعديل والحاكم ما رح يرد عليكم، بلطوا البحر. اعطيني حل. اوكي، نحن بدنا ندرس الاحتمالات القانونيه كلها بوضع اللي نحن فيه اللي هي حكومه تصريف اعمال. معقول تدعوا؟ كله معقول، بس عنده حصانه الحاكم. كله معقول. انتوا حكومه جيتوا على هيدي الحكومه لان على اساس انه هيدي الحكومه بدها تلبي مطالب الثوره. صح. ثوره 17 تشرين وثوره. صح. الناس جيتوا عملتوا مثل ما كانوا يعملوا قبل، صح ولا لا؟ جزئيا نعم. اخذناه بوزاره العدل وعرضته على الحكومه انشاء لجنه لجمع معلومات حول ثروات كل شخص بيتعاطى شان العام. نايب الياس الفرزلي كان عم بيقول انه هو مستعد يسحب الساقه عن الحكومه اذا كفينا بهذا الموضوع. الوزير علي حسن خليل كان شو بدهم يخبروا؟ الوزير علي حسن خليل قال لي بالحرف الواحد، قال لي مين مفكره حالك تتجي تفرضي علينا هيك تدابير؟ هيدا مخالف للقانون، نحن مستعدين نمشي بس بالقانون. المجلس الاعلى عمل تشكيلاته، انت ما قبلتي له اياه، رجع صادق عليها كمان بالاجماع. لهالسبب توقفت عن صلاحيتي وحولتها، انا ما حطيتها بالجرو. انت مضيتي المرسوم؟ ايه طبعا. وحولتيه لرئيس الجمهوريه؟ صح. رئيس الجمهوريه ما مضي. انا اذا بدك تعرف وقت شفت رئيس الجمهوريه بعدين وحكيت معه بموضوع التشكيلات، قلت له فخمت الرئيس، انا بقول لك يا ريت بتمضي مشروع التشكيلات القضائيه، مرسوم التشكيلات القضائيه، لانه كنت عارفه شو رح يكونوا تداعياتهم لانه عشتها انا وحربت فيها. بملف التشكيلات القضائيه كمان هيدا من الملفات يلي مثل التدقيق الجنائي اليوم راح على محل ثاني. يعني مجلس الاعلى اشتغل سياسي. اشكال ما كان على القاضي غدا عون؟ الاشكال على مين كان اذا عم تحكي من قبل رئيس الجمهوريه؟ انا لم تطلب مني القاضي غدا عون، وانا اساسا ما دفعت عن اي اسم بالتشكيلات القضائيه. أوكي. ورئيس مجلس القضاء الاعلى بيعرفها وبيقولها. لمحتوا بالحكومه اكثر من مره لصلاحيات استثنائيه، ما تجاوبوا معكم. وتوصلت انا لشبه اقتناع انه بالموضوع المالي اللي هو كان الموضوع الاولوي ما عم نقدر نروح ببعض المشاريع ل تنقول كابيتال كنترول وغيرها. نعم. وبالخطه الماليه كمان بمجلس الوزراء طلبت يعني صلاحيات كثير في بالصلاحيات الاستثنائيه بالموضوع المالي تحديدا فقط. نعم. نعم. وعلى 4 أشهر او 3 أشهر ما بتذكر شو المهله اللي طلبت فيها. عم بتقربي على محل حساس. قالوا لي وقتها بمجلس الوزراء البعض انه هيدي مخالفه للقانون
وطلع بنهار زيته، بتعرف كل الإعلام كمان يلي بليلتها، كل الإعلام يلي بيدور بفلك هالموضوع كمان إنه هي مخالفة للقانون. وبقال مجلس الوزراء على البريك كمان جميع الأحوال، يعني أحد الزملاء قال لي، هو عم يضحك يعني وعم يتهكم، قال لي شو قصتك يا معاليكي، يعني بدك المطويات الليلة تحت بيتك؟